ضربت عاصفه ثلجيه قويه اوكرانيا امس تسببت بحدوث انهيارات ثلجيه في المناطق الغربيه من البلاد، حيث اعلن مطار الفيف الغاء وتاجيل الرحلات ليلة امس، كما تسببت الثلوج المتراكمه على الطريق السريع الذي يربط بين الفيف وكييف باختناقات مروريه. هذا وتهيب هيئه الطوارئ الحكوميه بالسائقين في كافه مناطق البلاد عدم استخدام مركباتهم الا للضروره القصوى. وبحسب هيئه الارصاد الجويه فانه من المتوقع استمرار هطول الثلوج خلال اليومين القادمين مع انخفاض درجات الحراره الى ناقص ثمان درجات مئويه